السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. أعلن موقع ديزات بالون بأن جمال بالماضي قد وجه الدعوة رسمية للمدافع المحوري كيليان كايبوي نجم نادي باستيا في الدوري الفرنسي، والذي بصم على موسم خرافي، فهو في شكل دبابة دفاعية، حيث أن اللاعب كيليان كايبوي صاحب الأصول الجزائرية هو من مواليد 20 أوت عام 1998 وعمره حاليا 24 سنة فقط، واللاعب يمتلك بنية جسدية قوية للغاية ويسهر على تقوية عضلاته بالشكل الذي يجعله متفوقا دائما على باقي اللاعبين في الالتحامات. كما أن كيليان كايبوي يشبه جمال بالعمري في كراته الطويلة المليمترية، وصرح قائلا لأحد المواقع الإلكترونية: اللعب للجزائر بمثابة حلم كبير، إنه أمر لا يصدق، أنا أعمل على نفسي دائما للعب في المستوى العالي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.